الخيرات ربي راه موجودة اللي متى شي واحد ما نبغيه يقلق والهني راه غادي يعيد للفقير ولا الغني هذا هو اللي نقولها لك هي لأي كساب وخا يكون يكسب غير وحدة راه تا هو كيشقى وكيحسب راسه من الكسابة وتحية لبا العربي إن شاء الله الله يخليه لنا ومرحبا بكم عندنا وتحية الراعي الغنام وجميع المواطنين خارج البلد داخل البلد والله يحيي سيدنا والله ينصرو والله يقوي منتالو الله يعطيه الصحة إن شاء الله في صحة جيدة الحاج مصطفى نعم سيدي كي داير لاباس بخير نهار كبير هذا الحاج مصطفى بخير كي داير مع الصحة كل شيء بخير شفناك يعني مبتسم يعني فرحان الحمد لله لأن حنا دابا من هذا المنبر هذا وهذا المشهد للمواطنين تحية كبيرة وهاد احنا على ابواب ان شاء الله عيد الاضحى والناس راه كتجي وكتشري ويشري الفقير ويشري الغني ومرحبا بجميع القنوات اللي كيجيو يزورونا ايوه لان هاد الشيء تبارك الله الخيرات ربي راه موجوده اللي متى شي واحد ما نبغيه يقلق والهني راه غادي يعيد للفقير ولا الغني هذا هو اللي نقولها لك يا هادي الحاج مصطفى نعم. فاش جينا المره الاولى كان هذا الكوري عامر بزاف أيوة دابا بدا كينقص كيفاش القضيه بدا كينقص لان تبعت منه شي حاجه من هاد الخير هذا وكاين من سنة الحليب وكاين من المتوسط تو تباع وكاين من الكبار اللي كبر من هاد الخيرات هذه تي تباعات وشويه بشويه حنا يعني كل نهار كتباع ديك الخيرات الله يجعل البركه وتحية لجميع الكسابة لأنهم صاهرين على هذه الخيرات ديال سيدي ربي وتحية لأي كساب وخا يكون يكسب غير وحدة راه تا هو كيشقى وكيحسب راسه من الكسابة وتحية لبا العربي إن شاء الله الله يخليه لنا ومرحبا بكم عندنا وتحية الراعي الغنام وجميع المواطنين خارج البلد داخل البلد والله يحيي سيدنا والله ينصرو والله يقوي منتالو الله يعطيه الصحة إن شاء الله في صحة جيدة وهنا على أبواب عيد الأضحى عيد مبارك سعيد لجميع المواطنين وجميع الأمة الإسلامية الحاج مصطفى شفنا بأن الخيرات هذه تبارك الله كاينة عندكم هنايا في ولاد فارس أيه. نواحي البروج نواحي البروج حنا خارجين على البروج بواحد 6 كيلومتر 7 حنا حدا جماعة ولاد فارس الحلة لأن البلاكة محطوطة قدام الجماعة اللي بغى يجي عندنا مرحبا به هذا هو الإنسان راه خيرات ربي موجودة واللي جرى كيشري وبالنسبة للمشرى من جبتيه لنا الحاج الناس واش كيشريو من عندكم عبر الهاتف كيجيو عندكم الضيعة كاين اللي كيشري عبر الهاتف كاين اللي كيجي كمتجول ويشوف ويراعي هاد الشيء هذا كتجي الناس من ناظور حسيمة يعني من طنجة العريش مراكش أكادير كلهم كيجيو هنايا يعني اللي كيشري من الهاتف يعني هاد الضيعة ولات معروفة على الصعيد العالمي على الصعيد العالمي وعلى صعيد الوطن إن شاء الله وهما اللي جا حنا كيشري واخا استزهونا شي شوية كيقول ليه بأن الضيعة خالية راه دايرين 2000 درهم و 1700 هذه حرام وصبحوا الناس كيجريو من هاد القنت لهذا القنت كاين اللي جا من مراكش كاين اللي جا من اكادير دار بيضا تطوان صبح في خريوكا وصبح كيعيط لينا ولكن عار على هذا الشيء اللي دار هاد السياسه هذه عار عليه وحشومه عليه اشنو دار؟ اش من فيه عاد في جيبه؟ ما عندوش شي منفع والو غير ضحك على المواطن كيشقي فيه من هذه وما رغم عطى الاتصالات واحد الفرصه اللي هي راها تاكل في التليفونات حتى هي كتدخل المصاريف لان ما تدوي مع واحد راه كدوي مع بالفلوس ماشي فابور تماما هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم هذه الرساله هذه وحديو عرفوا روسكم اشنو كتشريو بنادم خاصو يعرف اشنو كيشري ماشي غير شفتي شي حاجه تحضر خاصو واحد يشري من عند شي كوري ولا فيرما ولا هذه ماشي في التليفون لا ماشي في التليفون يعرف راسو
الا اللي شرا كانت موثقه الضيعه معروفه موثقه يعرف راسو اشنو شرا ويقلب ويشوف لان هالثقه راه كنسبوا على بنادم تماما هذه نوصلها لجميع الشعب تمام الحاج واش باقيين شي فحوله هنا ولا ما باقينش باقي خيرات ربي باقي الفحوله كاينه اييه والحوليه الحوليه موجوده والحولي البدري الحولي البدري موجود وخيرات ربي موجوده وكل شيء غادي يعيد وشي خيرات ان شاء الله شفنا هذا العام الحاج بانكم لعبتوا على الحولي البدري وجدتوه علاش وجدتوا الحولي البدري لان كاين واحد الفئة اللي هي ما تقدرش تصرف تشري حولي ب10000 درهم ولا 12 ولا هذا تمام تبارك الله هذه القطعه باقه وباقي منها شي قطعه لهادجي في الكوري الاخر ثلاثه القطع غادي نشوفهم ونرجعوا لك الحاج تبارك الله اذا كما شفتوا معايا اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله ما شاء الله تبارك الله هذه من الخيرات اللي معروضه للبيع من ضيعه اخوه الخليل اللهم بارك وزيد في ذلك Thank you.